اليمنية، فيما أن ولده أبو ذر الذي ينضم إلينا عبر السكايب هو من شباب الثورة المعارضين للحكومة والمطالبين بإسقاط النظام. أبدأ من عندك سيد علي صلاح الزميل بالفضائية اليمنية، وأسألك كيف ترى الدور الذي لعبه الإعلام اليمني في خلال هذه الفترة التي امتدت لستة أشهر أو ما يزيد عن 5 شهور؟ نعم، أولا أرحب بك أخت منى وبالإخوة المتابعين لقناة الجزيرة المحترمة في كل مكان. أسعد الله مساكم بالخير. الإعلام الرسمي إذا تحدثنا عنه خلال الفترة الماضية يبدو من وجهة نظري أنه ظهر في أضعف وأسوأ صوره للأسف الشديد، وما كنا نريد له ذلك، فهو جزء منا أو أنا جزء منه وبعض منه، وكنت أتمنى أن يظهر كإعلام يقدم رسالته بحرفية ومهنية حقة بغض النظر أن تختلف معه أو تلتقي معه. يعني نحن خرجنا، وأنا مثلا انتميت إلى الثورة منذ وقت مبكر، وما كان يهمني هو أن نرى إعلاما يقدم عمله بشكل صحيح وسليم ومهنية تحترم، ومن ثم لا يضر بمصلحة الوطن ولا يجرح وجه الوطن ولا يخدشه ولا يؤثر على علاقات المواطنين ببعضهم البعض، بل حتى لا يعكر صفو الحياة ولا يؤسس لمستقبل لا نحبه لوطننا. نعم، وهذا لم يتحقق في وجهة نظرك في الإعلام اليمني في خلال الشهور السابقة؟ تحقق، نعم تحققت العملية بطريقة لم تخدم حتى أصحابها. نعم. يعني من الواضح أن العملية الإعلامية أخذت مأخذا آخر غير الإعلام المهني. لقد تزامنت مع العملية التي كانت تمارس فيها العسكرية والسياسية والتي كان لها أهدافها، وهو البقاء أو الإبقاء على النظام بغض النظر عن مشروعية المطالب وبغض النظر عن مصداقية ما قام به الشعب بنفسه. من حق الشعب أن يطالب بالخروج عن الحاكم وأن يختار لنفسه النظام الذي يريد، خاصة بعد مضي أكثر من 33 سنة من نظام حكم بطرقه المختلفة ووسائله التي لسنا الآن بصدد الحديث عنها بقدر ما نحن بصدد الحديث عن ذلك الإعلام الرديف الذي لم يكن في يوم من الأيام إعلام دولة أو إعلام شعب، وإنما كان إعلام سلطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دكتاتورية واعتداء على حقوق الناس وعلى آرائهم بل وعلى حياتهم مجتمعة. فنسي المجتمع برمته وذكر الحاكم فقط، وهذا كان الرأي الذي نتحدث عنه منذ سنوات طوال وليس منذ هذه الأيام الـ90 أو الأيام الـ160 التي مضت في الأشهر الأربعة. هذا هو الإعلام بطبيعته، إنما خلال فترة الثورة هذه ظهر وجه آخر للإعلام، وهو أصبح رديفا للرصاصة وأصبح رديفا للعمل السياسي الغير، لا أقول المسؤول، ولكن الغير مراعي لمصلحة الوطن. إذن إعلام لا يراعي مصلحة الوطن، إعلام سلطة لا يعبر عن المواطن العادي. ما رأيك سيد عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني، ما رأيك في هذا التوصيف الذي ذكره السيد علي صلاح للإعلام اليمني؟ انقطع الاتصال مع السيد عبد الجندي، نتمنى أن نستطيع أن نتواصل معه مرة أخرى في خلال هذه الحلقة ليرد على هذا الكلام الذي تحدث به السيد علي صلاح المذيع بالفضائية اليمنية. انتقل إلى أبو ذر عبد الجندي أحد شباب الثورة. أبو ذر، يعني أولا كيف تفسر شخصيا هذه المفارقة؟ أنت لا تخرج فقط على النظام، أنت تخرج على العائلة، على والدك الذي يمثل حتى الآن أحد وجوه النظام. بداية أشكركم قناة الجزيرة على هذه الاستضافة وعلى دوركم الرائع في الثورة. النقطة الثانية التي أحب أن أنوه لها أنه لم أبلغ بالأمر، لأن الوالد الذي أكنه وأحترمه وهو والدي وأدعو له ليل نهار وأعزه وأجله أنه ضيف في هذه الحلقة، وبالتالي واجبي كولد وما تربيت عليه أنني لن أستطيع أن أقف أمامه في هذه الحلقة، فأتوجه لكم بالشكر الخالص الجزيل لأني لم أبلغ في الحلقة أنه سيكون ضيف، وقد استدعيته في البي بي سي وفي قنوات أخرى، ولكنني يعني ما تربيت عليه وما أجبرت عليه، لا أستطيع أن أكون ضيفا وضيفا ندا للوالد. على كل أحوال والدك حتى اللحظة، نعم والدك حتى اللحظة لم ينضم إلينا، نعم حتى اللحظة لم ينضم إلينا والدك، ويبدو أن هناك صعوبة في التواصل معه. أنا أحترم بالطبع وجهة نظرك وما تريد أن تعبر عنه، لذلك إذا أردت أن تستمر معنا حتى يتسنى لنا الاتصال بوالدك، إذا تسنى لنا في خلال هذه الحلقة فساعتها يكون لك الخيار في الاستمرار أو المغادرة.
أريد أن أعرف منك كيف تقيم دور الإعلام. استمعت أتمنى إلى أن تعذروني إن كان هو طرفا في الماء. نعم، أنا أسألك، السيد علي صلاح اعتبر أن الإعلام كان يلعب دورا يماثل دور الرصاصة التي توجه للثوار، هل ترى بالفعل أن الإعلام في العالم العربي بشكل عام فشل في اختبار الثورات واستطاع أن ولم يستطع أن يعبر عن أمال الشعوب العربية؟ إن تكلمت عن الإعلام بشكل عام في الوطن العربي كاملا وفي اليمن يعني لا أستطيع أكرر، يعني في الحقيقة أنا في وضع لا أستطيع أن أجيب فيه كثيرا في مثل هذا البرنامج، أما إن تكلمت عن الثورة فسأسهب وأطيل، لكن هذا النقطة بالذات يعني لا أستطيع أن أجيب عليها في مثل هذه الأوقات. وأنا أقدر حرج موقفك ولا أريد أن أسبب لك أي إحراج، لذلك أريد أن أعرف منك، أنت الآن نعم تتحدث إلينا أفضل أن من تعز، أنت الآن أنت تتحدث من مدينة تعز التي لا تزال نعم من مدينة تشهد أخرى، ولكنه نعم تشهد احتجاجات ومطالبات بمجلس انتقالي، كيف تتصور؟ أقول لك أن القصف إلى الآن القصف نعم. القصف إلى الآن مستمر جدا حتى هذه الساعة وأنا أتحدث إليكم، والقصف مستمر أيضا، ونقول أننا لا نهاب شيء وسنواصل هدفنا إلى الأمل وحتى نحقق جميع نقاطنا ومتفائلين، وقد حققت بالفعل ولم يبقى إلا النذر اليسير التي ستحقق في الأسابيع القادمة، وتفاؤلنا ويقيننا قوي جدا. آخر كلمة قبل أن أصعد من البرنامج أقولها وأتذكر ما قاله الثائر التشيكي، أنه قد تستطيع أن تدوس الزهور أو تؤخرها ولكنك لا تستطيع أن تؤخر الربيع. أشكركم على هذه المقابلة وأتمنى أن أكون معكم. ونحن نشكرك يا أبو ذر ونعتذر عن أي إحراج نكون قد سببناه لك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الموجزة. وانضم إلي الآن عبر الهاتف سيد عبدو الجندي نائب وزير الإعلام اليمني. سيد عبدو، قبل قليل زميل علي صلاح الدين المذيع بالفضائية اليمنية تحدث عن دور الإعلام اليمني في هذه الثورة، قال إنه كان إعلاما للسلطة بامتياز لم يستطع أن يعبر عن أمال الشعب اليمني، وأن الدور الذي لعبه يماثل دور الرصاصة التي وجهت للثوار في ساحات التغيير، تعليقك على هذا الكلام؟ من الذي كان يتحدث قبل؟ عفوا؟ من الذي كان يتحدث قبل؟ أنا ما سمعتش المتحدث. طرحت عليك تساؤل أو رأي السيد علي صلاح أحمد المذيع بالفضائية اليمنية. على كل حال يعني ما عرفش أنا إيش كان السؤال. سألتك، تحدث الزميل الفاضل وقال إن الإعلام اليمني كان إعلاما للسلطة لم يعبر عن أمال الشعب، لعب دورا يشبه دور الرصاصي ضد الثوار، كيف تعلق على هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام هو كلام معارضة، وبالتأكيد المعارضة لها إعلامها ولها وسائلها ولها، وهي دائما يعني هل أنتم إعلاما للسلطة بهذا الكلام؟ أنت تعترف أنكم إعلاما للسلطة؟ نحن يعني كإعلام رسمي ندافع عن المؤسسات الدستورية، سواء كانت هذه المؤسسات مع المؤتمر الشعبي العام او انتقلت غدا الى احزاب اللقاء المشترك. يعني دائما الاعلام الرسمي دور الدفاع عن هذه المؤسسات الدستوريه. كيف يعني؟ اليس دور الاعلام على الاخطاء، ولكننا في اعلامنا ندافع عن هذه المؤسسات عندما تتعرض فعلا للانتقادات الجارحه والترام الغير حقيقيه والهادفه فعلا الى التشويه السياسي. نحن نفرق بين لغه المكايدات والمجايدات السياسيه وبين لغه الخطاب الرسمي الذي يجب ان يتم. طيب اسمح لي هنا سيد عبدو، انا اسالك هنا نعم. انت تقول انكم ان دوركم هو الدفاع عن المؤسسات، وانا اسالك، المفترض ان هذا اعلام يعبر عن الشعب اليمني بكامل اطرافه معارضه وحكومه، وانه يمول من قبل الشعب اليمني، انتم لستم مملوكين للمؤسسه، انتم مملوكون للشعب، فكيف تقول انكم ان دوركم هو الدفاع عن المؤسسه الدستوريه؟ وبالتالي هناك دعم حكومي يقدم لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية، نعم، وفي نعم. المقدمة حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، هؤلاء يعني يأخذون دعما ينفقون من خلال هذا الدعم على هيئاتهم وعلى صحافتهم التي فعلا تتمول هي الأخرى من المال العام.
لولا هذا الدعم الحكومي الرسمي لما كانت هذه. نعم، ومن أين تأتي أموال الحكومة سيد؟ يعني أنا أريد أن أفهم هنا، أنت تتحدث عن أموال الحكومة باعتبارها ملكا خاصا لهذه الحكومة، ألا يفترض أنها حكومة الشعب وأن هذا هو إعلام الشعب وأنها أموال الشعب؟ حكومة الشعب، لكن أنتم الإعلام المنحاز الذي فقد طابعه المهني وتحول إلى بوق بهذا المعارضة، يحرض على الثورات والتثوير على كل يعني سواء بحق أو بدون حق. يعني الآن أنا أشوف. طيب يا سيدي، هذه وجهة نظرك ونحن نحترمها، لكنني أتساءل الآن عن الإعلام اليمني إن كنت تسمعه. والطرف الآخر إذا ما شارك يعني حيشارك فقط لمجرد إسقاط واجب يعني من جانبكم. طب هل تقومون أنتم على الأقل بهذا الواجب في التلفزيون اليمني؟ نحن فعلا يعني لسنا بحاجة إلى أن نتحدث، لولا أنكم أنتم يعني فعلا تطلبوننا أن نتحدث. نعم، أنت تقول أننا نأتي بالحكومة كواجب، هل تأتون أنتم بالمعارضة حتى تقوموا بهذا الواجب؟ يعني قد طابع يعني الضرورة المهنية تحتم عليكم بأن تشركون يعني تشركون. طب ألا تحتم عليكم أنتم المهنية أن تشركوا المعارضة في نقاشكم؟ يعني أنه حق لنا. يعني شكرا لكم انكم تذكروا ايضا انه في من هم بالحكم، لكن انا يعني بالنسبه لي اعلامنا الرسمي، اعلامنا الرسمي كما قلت لا يحرض على خط الشعب اليمني، ولكن هو يدافع عن الشعب اليمني وعن مصالحه وبالتالي عن كل ما له علاقه بمصلحه هذا المواطن، يدافع عنه من حقوقنا في الخدمات. نعم سيدي، قبل قليل انت قلت ان وظيفتكم هي الدفاع عن المؤسسات. في النفط نعم. نعم، أنت قبل قليل قلت أن وظيفتكم هي الدفاع عن المؤسسات، أنت الآن تتحدث عن أن واجبكم هو الدفاع عن المواطن اليمني. انتقادات جارحة، ما هو سلاحها لكي تبرر وجهة نظرها ولكي تبرر دافع عن قراراتها، لأن هي مؤسسات ما جاءت من الشارع، جاءت بانتخابات حرة ونزيهة ونافست فيها المعارضة، وهذا هو الموجود في العالم كله. نحن في إعلام يعني ما في النهاية مع فكرة أن لا يكون هناك إعلام رسمي وأن تلغى وزارة الإعلام، لكننا أيضا يعني ومعزومنا فعلا في وزارة الإعلام، بالتأكيد هذه الوزارة هي اليوم بيد المؤتمر الشعبي العام، وغدا ستكون بيد أحزاب اللقاء المشترك، وعندما تتعرض أحزاب اللقاء المشترك وهي حاكمة إلى هجوم من أي كان سواء من المؤتمر أو من غيره، بالتأكيد هذه المؤسسات سوف تقوم بإيضاح وجهة نظر المؤتمر ويعني المشترك. يعني أنتم تعبرون عن المؤسسة الحاكمة أيا كانت، لا يعنيك من الذي يحكم لكنك صوت يعني لمن يعني يحكم. لا يعني من الذي يحكم، يعني طالما هو إعلام رسمي حكومي يعني والدولة دولة ديمقراطية ولا يستطيع فيها أحد أن يصل إلى موقع الحكم إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتشارك. طيب يعني ألا تجد في كلامك هذا سيد عبدو تناقضا؟ أنت قبل قليل من الذي يحكم، المهم الحقيقة يعني نحن طيب اسمح لي يا سيدي التي نراها من وجهة نظرنا بأنها غير ما يطرح عنها المعارضة. طيب اسمح لي يا سيدي، أنت قبل قليل في إطار اتهامك للجزيرة بالانحياز قلت إننا نتصل بالحكومة كنوع من المهنية، أليس من المهنية كذلك أن تستضيفوا أنتم المعارضة؟ أنا أحب المذيعين الجزيرة وأقدر يعني قدراتهم وخبراتهم وكفاءتهم المهنية، وأتمنى أن يكون لي إعلام يعني هؤلاء على رأسه، لكن عندما يطلب منهم أن يكونوا منحازين لطرف بالتأكيد هذا يمثل لا يمثل الوقت. طب ألستم أنتم منحازين للطرف هنا سيد سيد عبدو؟ الدولة مضطرين إلى أن ألستم أنتم منحازين للطرف؟ يعني هناك دولة في الخلف يعني هي التي تنفق على هذه القناة وعليكم وبالتالي هي لها رأي. طيب أنت اعترفت قبل قليل أنكم بالفعل منحازين للحكومة عندما قلت أنك تمثل صوت الحكومة سواء كان اللقاء المشترك هو الذي يحكم أو المؤتمر الحاكم، ألا يعد هذا انحيازا لطرف واحد من الشعب اليمني؟ أنا قلت يعني مؤسسات دستورية اليوم هي بيد المؤتمر وغدا ستكون بيد المشترك، بالتأكيد بهذه المؤسسات لا ندافع عن أخطائها ولكن ندافع عن إيجابياتها إذا كما كانت لها هناك إيجابيات، لكن نحن فعلا ندعو إلى قتل المعتصمين وقتل شعبنا وأخطائها. من الذي عليها الحكم؟ لا هو موجود ولا يقوم به أي يعني أي مواطن يمني سواء كان في الحكم أو كان في المعارضة، بما اليمنيين غالية علينا سواء كانوا معتصمين من المعارضة أو كانوا معتصمين من الحزب الحاكم أو كانوا يعني من أبناء القوات المسلحة والأمن، هؤلاء لا نريد قطوة دم واحدة تشرك بيد يمني آخر. اسمح لي أن أنقل وجهة نظرك هذه وأستمع إلى رد عليها من السيد علي.